عنده قدرة مخيفة على التنكر. عايزك تسرق جهاز موجود في بيت الدكتور فنانس عبد الدايم. ولد خد أي حاجة بس ابني أنا. لا أنا هسيب كل حاجة لوحدك أنت. اثبت عندك خديجة. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا صغرت. مش يمكن إن جيلة هي اللي كبرت. اجروا. خلاص يا جماعة الضفديعة سجان. شيت. إحنا مش هينفع نفضل ماشيين كده. دي حتة خنفسة لا راحت ولا جت. وهتاكلنا كلنا. أنا نفسي بعد الخنفسة نركب الدودة. بابي مشغول طول الوقت ومامي اتحولت لبت. مامي اتحولت لبت؟ هي مامي أصلا كانت ذكر ولا إيه؟ بيفكرين صحيح عجبلك طبق رمل هنا في القفص. مش كنا شغلنا الجي بي اس؟ وهنكتب ايه بقى؟ حوض مطبخ فيلا فنانس؟ مش عايز اموت غرقان. ما تقلقوش. انتوا بالكهرباء على كام؟ على واحدة ونص، انت مش شايف؟ اخرج انت بره عشان ما زعلكش. ده على مين يا عمور؟ ده انا اجيبك بالشرشوبة. انت عنكبوت على ايه ده بقى؟ انا معرفش اللاعب دي ناويالنا على ايه. لازم نوصل البيت بكره في اسرع وقت. احنا لو ما جبناش البيت دي يبقى نستاهل نرجع رايس لاعب تاني. يا ابني فهمني انت لعبه ايه. قطع نخبط في الكرانيش. ديزني دي باربي بتاعت السوبر.